روح الكريسماس، روح العيد، سهرة رأس السنة تحلى مع نجم الأغنية الخفيفة حمادة هلال. حضن بقى كبير بقى، أي نجاح ليا أنا بعتبره طول الوقت هو صدفة، وسهرة غنائية مختلفة، حلقة مبهجة جدا في رأس السنة. ايه الفرق بين افراح زمان من وقت محمد علي وباب الشعرية ودلوقتي؟ اكذب عليك لو قلت بحبك، لسه اكذب عليك، اصور مستعد حبيبة تغور، ارمي رحي في النار وادور، مش هاول علي حصل بيني وبينه. استنوني ان شاء الله مع الاستاذ عمرو اديب رأس السنة، وعيد سعيد علينا كلنا. كل يوم مع عمرو أديب في الأوقات التالية على On E.